السلام عليكم. بالنسبه للقناه ديالي الاسم ديالها كازاويه في هولندا، والصفحه ديالي على الفيسبوك مختصه بالزواج الحلال عبر العالم، هذا هو الاسم ديالها. محتوى كيساعد الناس على الزواج الحلال، وفي نفس الوقت كيساعد المحتاجين من المغرب، يعني الناس اللي في المغرب وكيبغيو مساعده كيتواصلوا معايا عبر اللايف، وكيكونوا محسنين كيتواصلوا معاهم وكيلبيو لهم الطلبات ديالهم. بغينا نعرفوا القناه ديالك في واحد الوقت وجيز كانت جمعت بزاف ديال المشاركين، بغينا نعرفوا السر خويا. بالنسبه للفيسبوك جمع بزاف ديال المشتركين، لاني وعدتهم نهار بديت قلت لهم وصلوني غير 100 كا ارباح اللي غنهز غادي نمشي نصرف على شي واحد منكم اللي محتاج، وفيت بالوعد. ملي الناس كيشوفوك كتوفي بالوعد كيزيدوا يدعموك وكيزيدوا يبارطاجيو، وكما نقولوا مغاربه راك عارف انت ما يبغوش اللي يكذب عليهم. بغينا نعرفوا واش هاد الارباح اللي وليت تخدم القناه ديالك واش هما باش تعيشي ولا عندك شي خدمه اخرى تعيشي بها هنا في هولندا؟ خويا بالنسبه للارباح ديال القناه ما عنديش بزاف، انا عندي الارباح ديال الفيسبوك هما اللي كان ديال لاباج ديالي والاشهارات بحال هكا، غير هي ما كنعيش بها لانه الحمد لله الزوج ديالي خدام. ما عنديش مشكله، نقدر نكون كنزيد من عندي، والناس راه عارفين هادشي اللي كيتبعوني راه عارفين، باش كنشري كرسي متحرك ولا باش كنفرح انسان واحد من اللايف ديالي. ابار على الزواج ديالك عندك يعني الاحسان العمومي؟ لا ماشي الاحسان العمومي، الاحسان العمومي هو الوقت اللي كديري لايف وكيطلع معك واحد من المحتاجين كتعطي الرقم ديالك انت، ولكن انا كنوصل الفكره. نقدروا نديروا النمره ديال السيد اللي محتاج. انا كندير هذه الطريقه، نمره السيد اللي محتاج، حيت حنا في هولندا ممنوع علينا الا ما عندنا جمعيه. يا ولكن دابا استضافني واحد كان عندي انترفيو قبل ما نجي تقريبا مشي 3 ايام في بلجيكا ديال راديو انترناسيونال، شافوني الطريقه باش كنتعامل يعني كما نقولوا فيها الشفافيه، ودابا غادي ندير فرع ان شاء الله في هولندا باسم جمعيه الرحمه ان شاء الله. ان شاء الله. كما تنعرفوا السوشيال ميديا الروتين اليومي خسر القنوات، خسر بزاف الحاجات، قولي شي كلمه من حقك لهاد الناس. بالنسبه لهاد الناس يعني كنترجاهم، انا ما غاديش ندخل لهم في الخصوصيات ديال الروتينات اليوميه لاني ما كنديرهاش، انا عندي برنامج كيشوفوا عائلات ومحترم وفيه الناس اللي كتستافد، ماشي انا، الناس كتزوج بالاعراس بكل شيء والناس كتستافد بزاف الحوايج. كنطلب من الناس اللي واصلين في المغرب وعندهم قنوات كتجيب لهم ارباح يتفكروا غير متابع ديالهم، لا ربما راه بيت بالعشاء وكيتفرج فيك، يعني ولو غير ب 1000 درهم راه كتدخلوا الملايين في الشهر، ولو ب 1000 درهم تفرحي به واحد راه كافيه، راك تستاهلي داك لايك ديالو والبارطاج ديالو. في الراي ديالك المحتوى ديالك زوين، كاين واحد تيدير محتوى عنده تيدخل فلوس بزاف، لي زابوني بزاف، اش شنو هو واش الناس
باغا التفاهه ولا شناهو؟ اول حاجه الانسان ما يشوفش الناس، يشوف راسه. يعني ذاك الفيديو راه غيتبعك حياتك كامله، لا تعريسي ولا درتي شي فضيحه، راه يقدروا ولادك يكبروا غيعانيوا بداك الفيديو. الانسان يشوف المستقبل، ما يشوفش اللي في ديال دابا، يشوف من هنا 10 سنين ولا 20 عام شنو غيوقع بداك الفيديو. واش نقولوا للناس متبعه، واش تفكروا عاد ندخل ديال اليوم ديالهم وتنساو بها انه تابع واحد التاريخ، تابع وليداتي يكبروا ديالهم ويبدا يشوفوهم في هذاك المحتوى؟ انا غنقول لهم الله يهديهم فقط. خمس سنين ما دخلتيش للمغرب تقريبا؟ عندي شي مشاريع هنا في البلاد الارض ديالك. انا الساعه ما عنديش مشاريع، ولكن جايه عند متابعين بغيت نعاونهم باش يتعالجوا في اوروبا. جايه معايا جمعيات، ما جيتش بوحدي. يعني عندك شي، كاين شي ناس هنا جايه ان شاء الله؟ يا غادي نجي انا، ويعني الجمعيات راه سبقوني في لو 3. انا جيت اليوم في لو 5 وغادي نتلاقاو ان شاء الله هذا الاسبوع باش يمشيو يشوفوا معاينه الحالات اللي مراد باش ياخذوا يدرسوا الملف ديالهم. خمس سنين ما دخلتيش للمغرب، شي واحد الحفاوه ديال الاستقبال، واش تقولي للناس المتابعين ديالك هنا؟ غنقول لهم لا يخطاكم عليا، وحب الناس احسن من الفلوس وحسن من اللي فيه وحسن من كل شيء. شكرا. السلام عليكم، معكم نوال. انا جيت عند اخت ناديه من مدينه جديده دكاله، جيت نستقبلها في المطار ودارت فينا واحد الخير. العائله ديالي ريان هي اللي كانت خدات ليه، من عائله ريان، وخدات لي داك الحوايج وداك، قدمت لنا مساعده ديال كروسه كان طلبها لنا الطبيب ديال ريان، وواحد الذي يجلس فيها باش ياكل باش ما يمشيش المغاربه بعيد. كاين ريان دابا تهضر على شي ريان اخر، ماشي ريان اللي كان ريان ديال، لا لا لا، ريان ديال دكاله. علاش ندوي انايا؟ ريان ديال دكاله، ريان ديال دكاله. خدات لي كاع داك الشيء، حنا الطبيب طلب لنا واحد الكرسي، الكرسي غالي تيدير واحد المبلغ مليون وشي حاجه بحال هكاك. يعني حنا ماشي باستطاعتنا باش غناخذ داك الكرسي، ما عندناش. تواصلنا مع الاخت ناديه، صافي طلبت محسنين تما تدخلوا، وواحد السيده بسبب ناديه نيت ولات تكلفات لنا بالترويض ديال ريان. وناديه اختي دابا جابت لنا داك الكرسي، وجابت لنا واحد الكرسي يجلس ياكل عليه، وخدات لي حوايج، خدات لي العاب، وغتمشي عنده ان شاء الله نهار الاربعاء غادي تمشي عنده الدكاله. وكنشكرها بزاف، وتنقول لها انت وخويا عادي الله يسهل عليكم والله يخلي لكم وليداتكم وقناه ديالها. لا دابا الحمد لله، دابا الحمد لله شويه، دابا الحمد لله. المهم حسن ما حسن كيف كان في الاول. المهم ماما كل شيء، الناس كلهم فرحانين بان نادي ساقوا الاخبار بانها غتجي، وغتجي عند ريان، والقناه ديالها زوينه نقيه، والله يسهل عليها والله يسر لها امرها والله يخلي لها وليداتها. وشكرا بزاف. Allah.